المدن الترفيهية في دولة الإمارات عززت موقعها الرياضي ضمن قائمة أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة والعالم، القادرة على تقديم تجارب متكاملة ومتعددة تلبي جميع الأذواق والاهتمامات من داخل وخارج الدولة، ما يعزز مكانتها كواحدة من أهم وجهات السياحة الترفيهية الرائدة عالمياً. أصبحت الدولة تملك الوجهات الترفيهية الأكثر شعبية في العالم، ما يعكس الجهود الحثيثة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة من خلال الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير معالم جذب متنوعة وتقديم تجارب استثنائية جعلتها مقصداً للزوار الباحثين عن تجربة ترفيهية فريدة من نوعها خاصة في فصل الصيف. ونتيجة لنجاح الإمارات في نشر هذه المدن الترفيهية، ارتفعت حصة إنفاق الزوار على السياحة الترفيهية في الإمارات إلى 83.1% في العام الماضي مقارنة بنحو 79.3% في 2019 قبل جائحة كورونا، وذلك مقابل حصة سياحة الأعمال التي تبلغ 16.9% في 2023 وفقاً لإحصاءات مجلس السفر والسياحة العالمي. وتتوقع منصة الأبحاث العالمية كين ريسيرش أن يصل نمو صناعة الترفيه في الإمارات إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك مع تنامي الطلب على الأماكن السياحية الشهيرة في الدولة، بما يسهم في جذب الملايين من الزوار سنوياً.